الحديث اكيد عن مواجهه الاهلي وسيمبا في دوري سوبر الافريقي ومباراه العوده النهارده باذن الله مستمر، وان شاء الله يكون التوفيق يعني لفريقنا، وواثقين اكيد في لعبتنا والصعود لنصف النهائي. كلام كتير جدا عن الاهلي، خلينا نرحب بس بضيفنا الاستاذ احمد غنيمه الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير عليك يا هون. صباح الخير عليك يا كريم، منور الدنيا كلها. ربنا يخليك بنوركم. عندنا عدد اتنين ماتش مع سيمبا عايزين نتكلم معاك عنهم، الماتش اللي فات وماتش النهارده. رؤيتك للمباراة اللي فاتت كانت عاملة ازاي، وتوقعاتك ايه الماتش النهاردة؟ الاهلي اضاع فوز، كان فوز هيبقى اول مرة كان يحقق فوز في على ارض سيمبا، اضاع فوز سهل جدا خاصة في الشوط الاول، فرص كتير جدا اهدرت، وده بيفسر سر تصريحات مارسيل كولر بعد المباراة. في نقطة بس الجانب الدفاعي، ودي يعني دي بقى واضح جدا بالنسبة لي على الاقل، دي مش مشكلة فقط في النادي الاهلي، هي مشكلة كلها في مصر بشكل عام. الكرات العرضية في مباراة مصر والجزائر، اسلام سليماني من سجل هدف التعادل في الأخيرة من كرة عرضية، الهدفين بتوع سيمبا من كرات عرضية. فأنا في وجهة نظري عودة محمد عبد المنعم في مباراة العودة اليوم مهمة جدا جدا في حل هذه المشكلة، في وجهة نظري اللي هي كانت ظاهرة بشكل واضح جدا في سواء مع منتخب مصر في ماتش الجزائر أو في مباراة الذهاب. من الناحية الهجومية أنا شايف إن الأهلي أدى كويس جدا، كهربا أدى بشكل كويس جدا، صحيح إنه في إهدار لبعض الفرص لكن هو سجل وصنع، رضا سليم بيواصل تألقه بشكل كبير. ده على المستوى، وايضا قفشه برده فعلى مستوى صناعه اللعب ومستوى وسط الملعب ومستوى الهجوم، لكن على المستوى الدفاع كان في برده بعض الديفوهات، ولولا تالق محمد الشناوي في الشوط الثاني كان ممكن المباراه تذهب بنتيجه مش بس تعادل ايجابي، لكن الحمد لله ربنا ستر، لان الاهلي اضاع فرص سهله بشكل كبير جدا في الشوط الاول ضد سيمبا، كانت ممكن تقلب علينا في الشوط الثاني لكن ربنا ستر، وان شاء الله الاهلي قدر يوم على يعني التاهل اليوم وبنتيجه كبيره جدا، خاصه عايزين نعطي رساله الى سان داونز الاقرب طبعا للتاهل لنصف النهائي ان شاء الله. محمد عبد المنعم وجوده اصبح دلوقتي يعني لا مفر منه، احنا بنتكلم طبعا احنا النادي الاهلي عندنا سكواد واثنين، بس محمد عبد المنعم اللاعب ده في حاجه غريبه، فعلا زي ما اطلق عليه احسن مدافع حاليا في مصر، دي حاجه. الحاجه الثانيه قصه اصلا ان هو كان في ناشئين الاهلي من عنده 9 سنين، وبعد كده راح سموحه اعاره، وبعد كده رجع لنا تاني مع بعد المنتخب والتجربه الناجحه والتطور اللي حصل، وانا كان بيلعب اصلا الاول مهاجم بعد كده بقى مدافع. وجوده مهم وبيفرق بشكل كبير جدا، وفعلا فعلا النادي الاهلي يعني مش هقول الجماهير كمان، يعني عايز اقول لك الماتش اللي فات كان ناس كتير بتقول لك احنا محتاجين عبد المنعم، عبد المنعم في ان شاء الله في المباراه النهارده هيكون موجود، واكيد ده هيفرق بشكل كبير في شكل المباراه وفي نتيجه المباراه برده. لكن خليني اطمن منك برده، مع المباراه اللي فاتت احنا اهدرنا فرص كتير، هل ده كان سببه مثلا ان انا مش على ارضي مش وسط جماهيري، ولا انا كنادي اهلي مش مفروض اصلا احط ده في الاعتبار، انا دلوقتي هلعب على ارضي كده كده، يعني الظروف واحده تعتبر ما هياش يعني ايجابيه بشكل مبالغ فيه، ليه ضامن قوي ان احنا هنلعب بشكل يعني النهارده خلينا نقول مكسب كبير مثلا؟ لا يعني اكيد مفيش حاجه طبعا مضمونه في كره القدم، يعني ما احنا كنا ضامنين المباراه الاولى على فكره بالظبط، وكنا ضامنين مثلا، مش عايز اعيد يعني اعيد اعود للوراء قليلا، مباراه اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي مثلا فرق صحيح كبير جدا، ولكن صحيح النتيجه ما كانتش مرضيه يعني، لكن الفوز اليوم مش عايز اقول بسكور مش عايز اطلع لعيبه، لكن الفوز اليوم باداء قوي جدا رساله لسان داونز، لان سان داونز فاز على بيترو اتلتيكو 2-0 في انجولا مش في جنوب افريقيا، وبالتالي لازم نعطي رساله لسان داونز، خاصه ان احنا ذكرياتنا في الفتره الاخيره رائعه يعني مش لطيفه خالص يعني مكتوبين على بطايق بعض تحت الاثنين، مش عارف ايه القصه دي والله. النسخه الماضيه من الشامبيونز ليج صحيح ان الاهلي حققها، لكن مباراتين بتوع سان داونز اتعادلنا في القاهره 2-2 وخسرنا هناك بنتيجه قد قاسيه جدا 5، وبالتالي لا عايزين نعطي رساله. اتمنى ان مودست يكون جاهز، هو صح موجود في القايمه بتاعت مباراه اليوم لكن ما اعتقدش انه هيبدا بيه بشكل اساسي، انا توقعي انه هيبقى يعني رضا سليم، بيرسي تاو، محمود كهربا، ممكن يكون بدل رضا سليم حسين الشحات، لسه مش عارفين الامور هتمشي ازاي، لكن متوقع ده الشكل الهجومي. في نص ملعب متوقع ان يكون امام عاشور متواجد منذ البدايه جنب اليو ديانج، مروان عطيه بقى او كوكا لسه مش عارفين، ان كنت يعني احبز مروان عطيه بصوره كبيره جدا. في الدفاع طبعا محمد عبد المنعم، فيما يخص محمد عبد المنعم احسن مدافع في مصر ومن احسن المدافعين في افريقيا. اتذكر ان هواند لقطه شهيره جدا بعد ما خسرنا نهائي كاس افريقيا ضد السنغال، لما كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال واحد المدافعين الكبار كان يعني لعب في نابولي وفي تشيلسي وطبعا حاليا بيلعب في الهلال السعودي، لما قعد يتكلم كتير جدا مع محمد منعم، لان محمد منعم كان واحد من افضل المدافعين بالفعل، وده بيؤكد ان واحد بقيمه كاليدو كوليبالي حين لازم محمد منعم يتحدث معاه بهذا الشكل ويسيب هذا الشكل ويقول صحيح يعني بيشد من ازره، فده بيدل اللاعب ده قيمته عامله ازاي. ده الناس مطلعه على عبد المنعم، انا لقيت القاب لعبد المنعم قلب الاسد، واللي يقول لك مالديني للعرب، حاجات يعني اسماء وكتير من الالقاب اللي طلعت عليه
كمان البوتنشال بتاعه يعني رائع بصراحه، وجوده مطمئن ومشرف بالنسبه لنا كاهلاويه. لكن في جزء حزين في كلامك اللي هو ايه، ساعه لما كنت بتقول ان دي مشكله عندنا في مصر بشكل عام، الكرات العرضيه وفكره الدفاع. طب احنا ليه عندنا المشكله دي؟ لا انا بكلمك هنا بقى والعين رايحه على المنتخب تحديدا. مشكله كبيره جدا في الدوري المصري بشكل عام في المشكله دي. بلاحظ بشوف اهداف كتير جدا بتيجي من اخطاء ساذجه في التمركز، يعني ده قاسم مشترك بين معظم الفرق، معظم الفرق في مصر وبان جدا في منتخب مصر. احنا غير محمد عبد المنعم بنظر ان هو اللي عنده بوتنشال مختلف عن كل اللعيبه. انا متهيألي بعد اعتزال ابراهيم سعيد ووائل جمعه عندنا مشكله كبيره جدا في مخصوص الكره العرضيه. المنتخب بيبقى بنعول على فرد ايا كان مين هو، دي مشكله بقى من قطاعات الناشئين وقصه كبيره جدا يا كريم. نتمنى ان شاء الله يدم تلافي ده في يعني في المستقبل بقى في الاجيال القادمه وصاعده باذن الله. حتى بالمناسبه في المنتخب الاولمبي عندنا نفس المشكله دي، نتمنى ان شاء الله تلافيها، خاصه احنا مقبلين خلاص يعني السنه الجايه على اولمبياد باريس باذن الله. فان شاء الله باذن الله يعني نتلافاها. لكن خلينا في الوقت الحالي، عوده محمد عبد المنعم مهمه جدا جدا في مباراه اليوم ان شاء الله الاهلي يعبر، واهم من النتيجه يكون باداء في رسالة قوية جدا لسان داونز لولا أقرب لنا.